موضوع مهم جدا الفيديو النهارده هو هيمو ستيزس. طبعا كلمه هيمو المقصود بيها هو الدم، ستيزس معناها استقرار. يعني ايه استقرار الدم؟ يعني لو بلاد فيسل اتقطع احنا عايزين نلحمه مره تانيه. ازاي ارجع الوول اوف فيسل لوضع الثبات بتاعه؟ يعني الفكرة بمنتهى البساطة، ده البلاد فيسل بتاعي، تخيل ده البلاد فيسل والفراغ ده هو القط، هو القطع اللي حصل. ازاي اوقف البليدنج؟ علشان كده اول نقطة في الهيموستيزس كديفينيشن هو stop of bleeding، ايقاف النزيف. ازاي ارجعك لطبيعتك مرة تانية؟ الهيموستيزس عندنا هو ثلاثة ستبس. عشان ارجع للاستقرار انا محتاج ثلاث خطوات مهمين جدا هنشرحهم بالتفاصيل. الخطوة الاولى اسمها لوكال ميكانيزم. لوكال بمعنى الفيسل بنفسه يقدر يوقف البليدنج. استقرار محلي مش محتاج مساعدة من مكان تاني، ده معنى لوكال. هتكلم في لوكال على ثلاث نقط. اول حاجة لما الفيسل يتقطع انت اندر ستريس رهيب، السيمباثيتك يشتغل عندك. كلنا عارفين من فيديوهات الاوتونوميك ان ستريس يشتغل السيمباثيتك، مش لازم الاسترس يكون فقط هو الاكسرسايز والايموشنز والكلام ده، لا. كلمة استرس هي كلمة عامة لأي حاجة جوه جسمي بتتعرض لتغير. فيسل اتقطع يبقى انت اندر استرس، فالسيمباثاتيك تون يشتغل فيعمل فازو كونستريكشن، وده شيء منطقي. انا عايز اضيق الوول اوف بلاد فيسل، عايز الجزء اللي بيحصل من خلاله النزيف اقفل النزيف ده اضيقه. ما ينفعش اوسع الفيسل والبليدنج يزيد. دايما مع الاسترس نتيجة القطع في ألم البين، ومع البين يشتغل السيمباثاتيك فيضيق البلاد فيسل. يبقى دي حاجة لوكال فازو كونستريكشن. رقم اتنين، الفيسل بتاعنا متبطن في الوول بحاجة اسمها سموث ماسل. اللون الازرق ده هو السموث ماسل، العضلات الملساء اللي بتشتغل من غير ما تحكم فيها. السموس ماسل اللي موجودة عندنا اللي هما الاتنين دول مبطنين الوول اوف بلاد فيسل، من مصلحتي يقربوا من بعض، لان لما يقربوا الاتنين من بعض هيضيقوا الفيسل فازو كونستريكشن ونقلل البليدنج. يبقى رقم اتنين هو مايو جينيك. مايو معناها مصل، معناها السموث مصل. طب وجينيك معناها جينيريتد في المصلز دي، يعني ان احنا الاتنين كسموث مصل نقرب من بعض خاصية ذاتية بنعملها لوحدنا، الموضوع اوتوماتيك. فبقول مايو جينيك زي الجنريتور المولد الكهربي بيشتغل لوحده. فدي رقم اتنين، خلي بالك كل ده لوكال عندنا. تالت ميكانيزم مهم، بيطلع فازو كونستريكتور سابستنسز. لما الفيسل بيتقطع في مواد بتتفرز بتضيق البلاد فيسلز. المواد دي زي ايه؟
هندي مثالين والنهارده هنقول اسامي كتيرة قوي. مادة اسمها سيريتونين، سيريتونين يضيق البلاد فيسل، ومادة تانية اسمها ثرومبو كسان ايتو. خلي بالك المادة دي هي والسيريتونين هنقولهم النهاردة مع تاني ستيب. يبقى أنا عندي في اللوكال تلات طرق، سيمباثيك نتيجة الاسترس، السموث ماسلز لايننج زول المايوجينيك بروبرتي، وفازو كونستريكتور سبستانسز زي السيريتونين والثرومبوكسان A2. خلي بالك الحاجات التلاتة دول لوكال ميكانيزم. طيب ده أول ستيب عندي. الستيب التاني هنتكلم على دور البليتلتس، الصفائح الدموية. بس علشان يبقى كلامنا منظم لازم الأول أعرف إيه هي البليتلتس دي. يعني رقم اتنين هنتكلم عن بليتلتس. تعالوا بقى نمشي بنظام. أول نقطة لازم أعرفها في البليتلتس، يا ترى بليتلتس دي فيها نيوكليوس ولا لأ؟ فدكاترة الهيستولوجي قالوا لنا أيوة هي نون نيوكليتد، ما فيهاش نواة، زيها زي الريد بلاد سيلز. دي المعلومة الأولى. المعلومة التانية الديامتر بتاعها كام؟ فاكر الريد سيلز كانت 7.5 مايكرون تقريبا، هنا من 2 إلى 4 مايكرون في الديامتر. النقطة التالتة بقى، يا ترى بتتصنع ازاي؟ هتكلم على البرودكشن. وتعالى افكرك بفيديو البلاد سيل فورميشن. قلت لك كل خلايا الدم بتتصنع من بلوري بوتنت ستيم سيل، خليه متعدده الكفاءه، موجوده في البون مارو، موجوده في النخاع عندنا. الخليه دي بتتحول الى سيل اسمها كوميتد ستيم سيل. وقلنا كوميتد يعني انت ملزمة قدامنا باتفاق، هتتحولي الى نوع معين من السيلز. الكوميتد ستيم سيل اشتغل عليها مجموعة من السيلز، مستوطنات اسمها كولوني فورمينج يونت. ولو تفتكروا اول ثلاث حروف من الكلمة CFU، انا بعمل مستوطنات، الاف الخلايا اشتغلت عليها وقالت لها خط انتاجك لازم تتحولي الى سل كبيرة اسمها ميجا يعني كبير، كاريو سايت. والميجا كاريو سايت هي السل اللي من خلالها هنصنع البليتلتس. هيتحول الميجا كاريو الى البليتلتس. هتقولي طب البليتلتس ليها اسم تاني؟ الريد سيلز كان ليها اسمين، اريثروسايت وار بي سيز. اقول لك اسمها ثرومبو سايتس. وهنا بقى سؤال اي طالب، ثرومبو ليه؟ اصل هي الخلايا اللي من خلالها هنكون الجلطة. هنقول الكلام ده النهاردة في الفيديو بالتفاصيل. يبقى الميجا كاريوسايت هو الاوريجين ومنشأ الثرومبوسايتس، وان الثرومبوسايتس تساوي كلمة بليتلتس، هو البليتلتس بتاعتي. مهم قوي الكلام ده نكون عارفه. طيب سؤال مهم،
الثرومبوسايتس او خلايا بليتلتس لازم يبقى فيه هرمون يساعد على تكوينها. فيديو الريد سيلز قلنا إريثروبويتين. طب النهاردة هنقول ايه؟ هنقول برضو فيه هرمون يكون بويتين للبليتلتس. بص بقى الهرمون اسمه ايه؟ ثرومبو بويتين. شوف الكلمة مهمة ازاي. طب ما هو ثرومبو ليه؟ لان خلايا البليتلتس اسمها ثرومبو سايتس، فما تستغربش ليه سموها ثرومبو مقطع الاول للهرمون. بويتين الذي يكون، علشان كده النقطة الرابعة في البليتلتس لازم اعرف الكنترول، مين اللي يتحكم في انتاج البليتلتس. يبقى انا عندي كولوني فورمينج يونت وثرومبو بويتين هرمون. يبقى لغاية دلوقتي انا قلت اربع نقاط: نون نيوكليتد ودايامتر، برودكشن ازاي، ومين يعمل كنترول. طب النقطة الخامسة، يا ترى الثرومبو بويتين ده بيبقى مين مصنعه؟ المصنع ليفر وكيدني، يعني بالظبط عامل زي الإريثروبويتين بالظبط. طيب النقطة الأهم وخليتها النقطة الأخيرة لأن أنا من خلالها هبني شغل البليتلتس حصل إزاي، ستراكتشر أوف بليتلتس. دايما الهيستولوجي يساعدنا كفسيولوجي، لو عرفت أنا بتركب من إيه تقدر تقولي وظيفتي إيه. كلام ده في غاية الأهمية. يبقى لازم أتكلم على الستركتشر، التركيبة. على فكرة البليتلتس لازم أفكر في الممبرين، الممبرين، وأفكر في السيتوبلازم. ده مهم قوي نكون عارفينه. يعني أنا جاي أقول لك الممبرين ده فيه فوسفو ليبيدز، طبقة من الليبيد والفوسفيت. طيب ليه يا دكتور في فوسفو ليبيد؟ هنعرف النهاردة الطبقة دي بتفرز مادة معينة تساعد على التجلط. يبقى دي أول حاجة تهمني جدا، هو ليه في فوسفو ليبيدز؟ ده مهم قوي. وفي حاجة تانية لازم أكون عارفها، الممبرين غشاء البليتلتس في مادة معينة هتساعده ان هو يلزق ادهيجن في الفيسل وول اللي اتقطع. انا بقول لغاية دلوقتي كلام والتفاصيل جاية كمان شوية، تبقى انت عارف ايه اللي هيساعد البليتلت في اداء مهمتها، لانه مطلوب منها تسد القطع. وهنقول انهي قطع هتسده، قطع صغير في الفيسل وول ولا قطع كبير، وازاي تعمل الكلام ده. السيتوبلازم، جوه السيتوبلازم كنوز. ربنا عامل كنوز جوه البليتلت سيتوبلازم، بمعنى حاطط جوه البليتلت حاجات تساعدها انها تلزق في الفيسل وول، وحاجات تساعد البليتلتس تتجمع، وحاجات تساعد البليتلت انها تضيق الفيسل وول وتقلل البليدنج. فالسيتوبلازم اوف بليتلتس غني بالجرانيولز، الحبيبات. ودكاترة الهيستولوجي قالوا هناك نوعين من الحبيبات، نوع اسمه دنس كثيف، ونوع اسمه لايت جرانيولز خفيفة. الدنس جرانيولز دي على فكرة فيها ثلاث حاجات. اول حاجة فيها مادة اسمها ادينوزين داي
فوسفيت، اي دي بي، دي اول حاجه جواها، وكمان فيها ادينوزين تراي فوسفيت. ده انا عندي داي وتراي، طب كل واحده ليه؟ هنقول النهارده. وكمان فيها سيريتونين، فاكرين السيريتونين اللي بيضيق البلاد فيسلز وقلنا عليه ده لوكال؟ انا عندي الماده اللي تضيق، مش بس لوكال يا فيسل، لا ده انا كمان بساعدك. اللايت جرانيولز الخفيفه هي الالفا جرانيولز، ودي فيها عوامل تجلط الدم. عوامل التجلط دي اسمها كلوتينج فاكتورز، هنقولها بالتفاصيل النهارده. كلوتينج فاكتورز موجوده تساعد، واقول لك على كمان، ده انا عندي لايزوزومز اجسام محلله، عندي ميتوكوندريا عشان تديني انرجي تديني طاقه، عندي جلايكوجين اباريتس. ده كمان الحاجه الثالثه، انا عندي مواد تعمل كونتراكشن. هتقول لي طب يعني ايه كونتراكتايل بروتينز وليه؟ هنقولها النهارده. كونتراكشن لايه؟ انت لما تيجي تعمل جلطه، الجلطه دي لازم تصغر من حجمها بعد فتره، انت خلاص بتسد الجزء المقطوع من الفيسل وول، بتاخد مساحه معينه، بعد شويه القشره دي لازم تقع، تدوب وتقع، تلاقي كده كان في قشره كبيره مكان القطع، والقشره دي ابتدت تصغر في الحجم. مين اللي صغرها؟ البليتلتس بكونتراكتايل بروتينز، هنقولها في سياق الشرح. يبقى اهميه الاستراكشر هتبان مع الفانكشن اوف بليتلتس الان. طب يا دكتور عندنا سؤال، كل ماده من المواد اللي مكتوبه على البورد هل ضروري نعرف اهميتها؟ وهتلاقي بعض المواد ليها اكتر من اهميه، يعني هتلاقي ادينوزين داي فوسفيت سيذكر اكتر من مره. طيب نيجي للنقطة المهمة، function of platelets. خلي بالك احنا اتكلمنا على البليتلتس في كل حاجة في المقدمة، الآن هتكلم على وظيفة البليتلتس. نرسم الفيسل اللي اتقطع، وهنا تعالوا نتكلم بقى بالتفاصيل على الحكاية. ادي يا جماعة القطع، قطع صغير اهو، ده اسمه سمول كات، وهتعملوا تجربة في العملي على دور البليتلتس. طب السؤال المهم، قطع حصل دلوقتي، لو انا هيستولوجي الفيسل وول لما بيتقطع بيبان تحته ايه؟ بيبان تحته كولاجين اللي انا عاملها باللون الاسود اهي، هو ده اللي انا حاطط صباعي عليه، اسمها كولاجين. وتعالوا نحط تشبيه للموضوع عشان تفهم القصه. الوول اوف ذا فيسل اللي اتقطع انا هعتبره جدار العماره، عماره حصل فيها تصدع، زي ما يقول لك آيله للسقوط، العماره دي هتقع، عايزين قرار ازاله، ناس هتموت، فلازم يجي مهندس يعمل معاينة للعمارة اللي فيها التصدع ده. المهندس هو مين؟ هو البليتلتس، هو ده المهندس بتاعنا اللي يكشف على الجدار. طب هو لما يكون في شرخ في الجدار بيبان ايه؟ يبان الاسمنت، اسمنت العمارة، اسمنت اللي داخل في الجدار، ده اسمه الطلاء الداخلي،
حاجة اللي جوه الجدار في الطبيعي ما شوفهاش، ده في البنى الداخلي. فجه المهندس اللي هو البليتلتس، ايه ده؟ ده الكولاجين باين، الاسمنت باين. فعمل ايه المهندس؟ شيء طبيعي، انا علشان اعمل معاينة صح لازم اقرب من الجدار قوي، افحصه كويس. وهو ده اللي عمله البليتلتس. اول حاجة عملها البليتلتس ايه؟ ادهيجن. قال انا هلزق في الكولاجين. فين البليتلتس في القصة؟ اهو نعملها باللون الازرق اهو ونظلله، ده البليتلتس اللي هو ده، عمل ادهيجن في الكولاجين. السؤال، هو انت لزقت في الكولاجين بايه؟ قال انا هلزق في الكولاجين بفاكتور، احد عوامل التجلط اسمه فاكتور 8. بس عايز اقول لك على حاجة، الطب زمان باللغة اللاتينية القديمة 8 بالانجليش ما كانوش بيكتبوها كده، كانوا بيكتبوها في، في يعني خمسة وجنبها تلات عصيان، تلاتة يعني ايه؟ يعني الفي خمسة وكل عصاية بواحد، يبقى كأني بقول خمسة زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي تمانية. انت كطالب طب اوعى تكتب لي تمانية بالانجلش، التمانية تكتب بالرومان لتر. يبقى اللي خلاني ألزق فاكتور تمانية، تمانية ريليتد انتيجين. هتقول لي الله، طب وايه اللي جاب فاكتور 8 في البليتلتس؟ فاكر الالفا جرانيولز كان فيها كلوتينج فاكتورز اللي هي فاكتور 8، فانا لزقت في الكولاجين باحد الكنوز اللي جوايا، الذي امتلكه يساعدني في اداء مهمتي. بس دكاترة الهيستولوجي قالوا كلام جميل، لما البليتلتس هتلزق في الكولاجين سيتغير من شكلها. قلنا لهم هيحصل ايه؟ قال البليتلتس هتكبر قوي، وهنوسع دي علشان الكلام هيكبر اهي، يحصل لها ايه؟ سويلنج، تنتفخ البليتلتس وتطلع سودو بوديا، اقدام كاذبة. يعني هي هتنتفخ قوي بكل السيتوبلازم اللي جواها وتطلع سودو، وقلنا سودو دي يعني كاذب، حتى البي لا تنطق، تطلع سودو بوديا اهي. طيب عندنا سؤال مهم، هو انا يا دكتور ليه كبليتلت انتفخت طلعت سودو بوديا بعد ما لزقت في الكولاجين؟ يا مهندس انت عملت كده ليه؟ قال انا عملت كده علشان ابتدي انشط، يبقى الخطوة التانية اكتيفيشن اند ريليز. ايه ده يعني ايه بقى؟ واحدة واحدة، انا كبليتلت بنشط، ريليز اطلع ايه؟ اطلع بقى واحد من الجرانيولز اللي جوايا، واحد من المحتويات، اطلع ادينوزين داي فوسفيت. طيب ليه تطلع الادينوزين داي فوسفيت اول واحد كتبته في الدنس جرانيولز، حبيبات الكثيفة، تطلعته ليه؟ قال هو مهندس واحد هيعمل القرار؟ لا، مهندس واحد هيقول المبنى ده نهده ولا لا؟ ما ينفعش، ده احنا عايزين البليتلت دي تلزق في طبقة تانية، يعني مش بس بليتلت واحدة، لا ده انا عايز طبقة تلزق في طبقة تانية. يبقى اذا الـ ADP اللي طلع، طلع ليه؟ بصوا بقى، تخيل ان دي طبقة من البليتلتس،
يطلع الـ ADP اللي انا هقول عليه اهو، عامله بالاحمر اهو، عشان يعمل ايه؟ استيك، يلزق البليتلت لبليتلت تانية. انا عايز الزق طبقة من البليتلتس في البليتلت الاولى اللي مسكت في الكولاجين، يبقى ده فايدة الاكتيفيشن. انا بنشطك، يلا خرج امكانياتك، خرج الادينوزين داي فوسفيت. وهنا نسأل سؤال مهم، هل انا يكفيني طبقة واحدة من البليتلتس لايقاف النزيف؟ لا، المهندس جاب مهندس زميله وقال له بص احنا عايزين نعمل اشتراك رأي هندسي عام، زي ما بنقولها كده في الطب كونسولتو طبي، يعني القرار ما ياخدوش دكتور واحد، مجموعة دكاترة، فاحنا عايزين نجمع المهندسين بتوعنا. عشان نجمع المهندسين بتوعنا لازم الطبقة دي تلزق في دي، وكلنا نقرب من مين؟ من الكولاجين. هتقول لي طب ولزقت البليتلتس سواء دي ودي مع الكولاجين، ما كلنا لزقنا كوحدة واحدة، تفيدني في ايه يا بليتلتس؟ قال لك تفيدني كتير. بصوا بقى نيجي للنقطة التالتة الجميلة عشان تبقى معايا، تالت نقطة عندنا، البليتلت كممبرين، كممبرين لما تلزق في الكولاجين فيها نوع مهم قوي، مادة اسمها أراكيدونيك أسيد، اسمها أراكيدونيك أسيد. اللزقة في الكولاجين خلت الأراكيدونيك أسيد ده كلام بايو يتحول إلى بروستاجلاندينز، مادة كيميائية اسمها بروستاجلاندينز، وبالأخص بروستاجلاندين ده اسمه إيه؟ ثرومبوكسان A2. يعني لزقت البليتلت ممبرين في الكولاجين اللي موجود الاسود ده عند صباعي، هو اللي حفز الاراكيدونيك اسيد اهو اللي موجود في الممبرين اوف ذا بليتلتس انه يتحول لبروستاجلاندين ثرومبوكسان A2. طب يتحول بايه؟ يتحول بانزيم اسمه سايكلو اوكسيجينيز انزيم، يعني سلسلة تفاعلات كيميائية لمجرد لزقنا في الكولاجين كله بينشط. طب والثرومبوكسان A2 اللي طلعناه ده يفيد البليتلتس في ايه؟ هو ده اللي هيجمعها. يبقى رقم 3 اجريجيشن، كلمة التجمع في الطب معناها اجريجيشن. انسى بقى كلام الانجليش القديم accumulation وجازرينج والكلام ده، لا، يبقى هقول اجريجيشن. الطالب الشاطر ملاحظ حاجة من البورد، البليتلس بدأت بادهيشن ثم اكتيفيشن ثم اجريجيشن، والتلاتة بدايتهم حرف الايه. فلو انا طالب شاطر هقول اهو، عملتها بالاحمر، تريبل اي، ده بداية دورك يا بليتلتس، حاجة جميلة قوي. طب السؤال المهم، هل الاجريجيشن بيحصل فقط بثرومبوكسان A2؟ اقول لك لا، وكمان بالادينوزين داي فوسفيت، عشان كده طلعت سهم من الاجريجيشن للاتنين دول. عاوز اعرفك معلومة مهمة قوي، الـ ADP ده بيعمل حاجتين، بيعمل ايه؟ الـ ADP ده بيلزق البليتلتس في اول لاير من بليتلت اخرى، رقم واحد.
رقم اتنين يساعد على الاجريجيشن. ليه؟ ما هو كل ما الاي تي بي يلزق طبقه بليتلتس في طبقه بليتلت تانية ويقربوا من الكولاجين، يبتدي الاراكيدونيك اسيد اللي في الممبرين اوف بليتلتس تتحول الى ثرومبوكسين اي 2 فنجمع اكتر واكتر. يعني كان العلاقه بوزيتيف فيدباك، كل ما يطلع اي دي بي اكتر يلزق البليتلتس في الكولاجين اكتر فيحصل التحول لماده اسمها ثرومبوكسين اي 2 تجمع بليتلتس اكتر واكتر. علاقه ايجابيه عظيمه من ربنا. طب انا كده قلت ثلاث نقط مهمه. طب في حاجه مهمه بقى، النقطه الرابعه، حصل فيوجن، التصاق، مش مجرد لزقه، لا ده اللزقه بقت قويه جدا. بس يا دكتور احنا عندنا سؤال، لسه القطع موجود، احنا عايزين ماده تقرب الكولاجين من الجزء اللي اتقطع. يعني الاسود ده الكولاجين والفراغ ده القطع، انا عايز حاجه ايه توصل ما بين الكولاجين والقطع وما بين الكولاجين والبليتلتس. علشان نكمل مهمتنا تماما اقول لك بس قبل ما اقول المعلومه الاخيره دي لازم اعرفك حاجه مهمه قوي، اني زي ما في ماده بتجمع البليتلتس في ماده تانية بتعمل العكس. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. يعني انا عندي دلوقتي الاندوثيليوم اوف ذا وول اوف بلاد فيسلز، في اندوثيليوم او في طبقه حصل لها انجري، في طبقه اتعورت، والطبقه دي هي اللي انا لازم اجمع البليتلتس عشان اقفل القطع. ولما بيحصل انجوري بيبان الكولاجين ويشتغل الاراكيدونيك زي ما قلنا. طب لو كان نورمال اندوثيليوم، لو كان اندوثيليوم طبيعي اوف بلاد فيسل، يطلع ايه؟ يطلع ماده تمنع تحويل الاراكيدونيك الى الثرومبوكسات. يعني النورمال اندوثيليوم بيفرز، خلي بالك، يفرز مادة العكس بقى اسمها بروستاسايكلين. البروستاسايكلين دي عكس الثرومبوكسين اي 2، دي بتمنع البليتلت اجريجيشن. سبحان الله، الاراكيدونيك اسيد اللي كون الثرومبوكسين اي 2 هو اللي هيكون البروستاسايكلين. طب ايه الفرق؟ اراكيدونيك اسيد اللي يعمل البروستاسايكلين ده طالع من نورمال اندوثيليوم، اما الاراكيدونيك اسيد اللي يكون الثرومبوكسين اي 2 ده لو في كات ان ذا وول اوف بلاد فيسل. يعني انا عندي الحاجه وعكسها، علشان كده في توازن بين الاتنين. طول ما الفيسل وول بتاعي سليم وما اتقطعش اشتغل البروستاسايكلين، الفيسل اتقطع يشتغل ثرومبوكسين اي 2. هناك توازن مهم قوي. طب دكتور، هو انت دلوقتي عايزك تركز على مين اللي هيلحم الكولاجين في القطع، مين اللي هيلزق البليتلت في الكولاجين اكتر والكولاجين فيه الول، وبالتالي الحته دي اتقفلت حصل لها سيلينج، ودي نقطه مهمه جدا. طبعا اللي هيعمل كده هو ماده كيميائيه بتتفرز من الاندوثيليوم. خلي بالك، دايما نقول البليتلتس تطلع اي دي بي ثرومبوكسين، شغاله في الكلام ده، ولكن في مرتين هقول لك
endothelium of vessel يفرز. اول مرة انا قلت بروستا ايه؟ سايكلين. طب تاني مرة هقول لك الاندوثيليوم بيفرز المادة اللاصقة الثانية. المادة بقى اللي بتلزق الكولاجين في البليتلتس، المادة دي اسمها فن. بصوا الفي عليها نقطتين، ده ألماني، الراجل ده هولندي والهولنديين بيتكلموا ألماني. فن فيلي براند فاكتور. خلي بالك اللي درس دويتش الدبليو ينطق اف، يتنطق في، انا اسف. فن فيلي براند فاكتور هو ده الراجل الهولندي اللي قال ان في كيميكال سابستنس طالعه من الاندوثيليوم تلزق البليتلت في الكولاجين في الوول. اختصارها هو اول حرف من كل كلمة في دبليو اف، فون فيليبراند فاكتور. ده مهم قوي اكون عارفه. في نقطة عايز اجي اقولها على البليتلتس، لما الجزء ده اتقطع واحنا قفلناه بالفون فيليبراند فاكتور، قالوا ان البليتلت بتعمل حاجة مهمة اسمها بليتلت بلج. خلي بالك كلمة بلج المقصود بيها ايه؟ سدادة، فلة صغيرة. الازايز القديمة بتاعت جدي وجدك كانت الازايز ضيقة من قدام ونازلة على واسع. الازايز اللي بتبقى بالشكل ده بتقفلها بسدادة صغيرة، يعني تلاقي الإزازة عاملة كده ونازلة على واسع. إزازة المية أو تلاقي إزايز الخمرة، تشوف في الأفلام الأجنبية تلاقي بتبقى نازلة على واسع. فأنت بتقفل الإزازة دي بإيه؟ أهي بتقفلها بفلة أو سدادة صغيرة اللي هي الحمرة دي، ده اسمه بليتلت بلج السدادة. معنى كده ان انت يا بليتلتس دورك ايقاف السمول كات او السمول بليدنج، انت متخصصة لو القطع صغير. طب لو القطع كبير ليك دور؟ قالت ايوة ليا دور بس بشكل غير مباشر وهنعرفه النهاردة. ادوار كثيرة جدا في البليتلتس، بس في حاجة أنا عايز أركز عليها. البروستاسايكلين دورها الأساسي إيه؟ ليميت ذا بلج. يعني إيه ليميت؟ تحدد البلج في مكان معين. أنا دلوقتي الجزء اللي اتقطع هو الحتة دي، يبقى أنا عايز البلج يبقى في المكان ده وبس. طب وبقية الوول هنا وهنا نورمال اندوثيليوم، فما ينفعش يبقى في اجريجيشن في وول سليم. عشان كده اللي يقول للبلاج انت محددة بحجم معين ومكان معين هو بروستا سايكلين. نقطة مهمة، انت قلت البليتلت بتعمل ادهيجن اكتيفيشن اجريجيشن فيوجن، كل الكلام ده انت قلته، بس يا دكتور هل البليتلز تساعد في الفازو كونستريكشن زي اللوكال ميكانيزم؟ اقول لك اه تساعد، بتعمل فازو كونستريكشن او فاسكولار سبيز بايه؟ بتلاتة كيميكال سابستنس موجودين جوه البليتلز. ادينوزين داي فوسفيت. هتقول لي ايه ده؟ ده اتكرر كتير، مرة ادهيجن ومرة اجريجيشن ودي مرة تالتة فازو كونستريكشن. رقم اتنين سيريتونين. ايه ده؟ السيريتونين اللي قلناه في اللوكل
ده كنز من كنوزك يا بليتلتس. والتالتة الثرومبوكسان A2. خلي بالك زي ما قلت لك لسه من شوية، تلاقي كيميكال سابستنس ليها أكتر من دور. يعني الثرومبوكسان كان بيعمل أجريجيشن وكمان فازو كونستريكشن. كلام ده مهم على فكرة. الأجريجيشن مقدمة للبلاج، والبلاج مقدمة للكلوتينج والتجلط القادم. يعني هتلاقي هي سلسلة من التفاعلات بتحصل ورا بعض. واتفقنا البليتلت ليها دور في الكلوتينج اللي احنا هنقوله كمان شوية. خلي بالك ده مهم قوي هذا الكلام. نيجي للنقطة التالتة المهمة قوي بقى، كلوتينج، تجلط الدم. خلي بالك ان الكلوتينج ودور البليتلتس هيتقالوا في العملي، وليها فيديوهات وموجودة في القناة. مهم قوي. بصوا بقى النقطة التالتة هو الكلوتينج بالنسبة لي، التجلط. عايزين نعرف مقدمة عن الكلوتينج قبل ما ندخل في التفاصيل. كلوتينج معناها حصل قطع كبير. يعني نتخيل ده البلاد فيسل زي ما رسمينه اهو، وادي القطع كبير، قطع كبير اهو، فراغ كبير في الوول. هذا الفراغ لا يمكن يتسد ببليتلت لوحده. يعني ما تقوليش بلاج سدينا موضوع انتهى، اقول لك لا، انت محتاج شبكة. شايف الشبكة اللي انا عاملها ايه بالعرض؟ اهي شبكة. الشبكة اللي مرسومة دي اسمها فايب رن ثريد، هتعملوها في العملي وهتشوفوها. يعني الكلوتينج ايه تعريفه؟ تعريفه يعني انا عايز احول فايب رينوجين، فاكر فايبرينوجين كان بلازما بروتين، الى فايبرين. احول المادة الان اكتف الى اكتف، اخلي الكلوتينج حاجة سوليد. يعني عايز تبقى الشبكة بتاعتي قوية، وهنقول الكلام ده هيمر بمراحل كتيرة جدا. طب دكتور عشان يحصل التجلط ده والشبكة القوية دي انت محتاج ايه؟ انا محتاج كلوتينج فاكتورز. الكلوتينج فاكتورز بتتصنع في الليفر على فكرة، ده بروتينز. اي بروتين يتصنع في الليفر كله يتصنع، ما عدا فاكتور 8 ريليتد انتيجين، لسه كنا قايلينه في اول خطوة في دور البليتلتس. فاكتور 8 ده موجود في البليتلتس، وقلنا بيعمل ادهيجن، يعني مش ليفر. دي معلومة موجودة في بعض كتب كليات الطب في مصر، في كتب تكتبها وكتب لا. طيب دي اول معلومة عندي. الكلوتينج فاكتورز متقسمة الى عائلات، تمام، ولكن اللي يهمني اكتر من فكرة العائلات اسم كل كلوتينج فاكتور ايه. هما الكلوتينج فاكتورز عددهم 13، هعرف كل واحد اسمه ايه، تمام، ومكتوب ازاي بالرومان لتر، وازاي بتتكون شبكة الفايبرين، تتكون ازاي. كل الكلام ده هنقوله النهاردة. طيب اول حاجة عايز اعرف اسامي كل كلوتينج فاكتور. بصوا بقى، كلوتينج فاكتور 1، 1 يتكتب عصاية، ما اتفقنا ده رومان لتر، ادي 1. اسمه ايه 1 بقى؟ فايب رينوجين، ده 1. كلوتينج فاكتور التاني عصايتين،
لازم تبقى عارف الشكل بيتكتب ازاي عشان لما نيجي على البورد ونكتب الباسواي وازاي الكلوتينج حصل تكون معايا. اتنين، هو برو ثرومبين، برو يعني ما قبل تكوين الثرومبين. كلوتينج فاكتور 3 يعني 3 عصيان اهي بالمنظر ده رومان ليتر، ده خارج من التيشو واسمه تيشو ثرومبو بلاستين. خلي بالك بلاستيك، فاكر اللي بيصنع تيشو ثرومبو بلاستين. نيجي بقى لأربعة وخمسة، خلي بالك أنا قلت لك خمسة تتكتب إزاي، عاملة زي الفي ده خمسة، تمام. أربعة إيه بقى؟ في برضو بس تحط قبلها عصاية، كأني بقول لك خمسة ناقص واحد تساوي أربعة، فأربعة عصاية في، تمام. وأربعة ده فاكتور مهم جدا، كالسيوم، وهنعرف النهاردة دور الكالسيوم في الكلوتينج إيه، ده مهم جدا. طيب نيجي الفي اللي هو خمسة، هو اسمه برو كونفرتين، يحول إيه لإيه؟ هنشوف. برو كونفرتين يبقى ده خمسة. هتقول لي طيب كلوتينج فاكتور ستة، مفيش. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور مفيش؟ العلماء لما جم اكتشفوا الكلوتينج فاكتورز كانوا فاكرين ان في فاكتور رقم ستة، ولكن لقوا الاستراكشر بتاعه البروتين شبه خمسة، طب كان المفروض يلغوه، وسبعة اللي هنقوله دلوقتي يبقى مكان ستة، ولكن التسمية فضلت زي ما هي. هناك محاولة سادسة، ولكن محاولة فاشلة في اكتشاف الكلوتينج فاكتورز، يبقى ده رقم سبعة. رقم سبعة بقى اكتبه ازاي؟ بصوا معايا، في برضو وعصايتين كأنه خمسة زائد اتنين. دايما لما تلاقي العصاية دي اللي عاملة زي الاي ناحية ايدك اليمين يبقى بلس، يبقى 5 بلس 1 بلس 1 ده 7. 7 اسمه برو اكسيليرين، يسرع. هنعرف دلوقتي يسرع ايه، برو اكسيليرين. طب نيجي ل 8، اتفقنا في وتلات عصيان. 8 ده على فكرة مهم جدا، اذا قل يعمل لك مرض سيولة الدم. مرض سيولة الدم اسمه هيموفيليا، هنعرفه الفيديو اللي جاي. فاذا انا اذا قلت يحصل هيموفيليا، يبقى انا دوري ايه؟ انتي هيموفيليك فاكتور، الفاكتور اللي اذا قل يحدث مرض الهيموفيليا. طيب نيجي للفاكتور التاسع، التاسع بقى اكتبه ازاي؟ اتفق الجماعة الرومان قال لك ان اكس هي عشرة، اكس ايكوال تن، ده مهم جدا. طيب لو انا اقول تسعة يبقى اعملها ازاي؟ احط اكس بس احط عصاية قبلها على الشمال، كأنه عشرة ناقص واحد زي فكرة عصاية في، عشرة ناقص واحد يساوي تسعة. طيب التسعة ده اسمه ايه؟ تسعة ده اسمه كريسماس فاكتور، يعني الراجل خواجة اللي اكتشفه هو كريسماس، كريسماس فاكتور. اسامي الكلوتينج فاكتورز عليك مهمة جدا، تكون عارف التسعة اسامي اللي في البورد، ويتبقى اربعة. كلوتينج فاكتور 10، اكس اللي هو 10 اسمه على اسم الراجل اللي اكتشفه، اسمه ستيوارت بروور فاكتور،
ستيوارت بروور فاكتور، ده رقم 10. طيب عندنا، طب ورقم 11 هتلاقي اكس وعصاية على اليمين، ده 11. 11 ده ليه اسم، اسمه ثرومبين انتيسيدنت، مجرد تسمية. وادي رقم 12 اكس وعصايتين جنب بعض، ده مهم، اسمه هيجمان فاكتور. تلاقي كل كلوتنج فاكتور اتسمى على اسم الراجل، يعني هيجمان اسم عالم، وكريسماس عالم، وستيوارت بروور كل دول علماء. طيب وفي عندنا كلوتنج فاكتور رقم 13 اكس وتلات عصيان. 13 ده مهم جدا، هنقوله في اثناء الشرح، بالاضافه لهاي موليكولر ويت كاي نينوجين، ده مهم قوي، وكالي كرين، هكتبهم هنا عشان دول هيفرقوا معايا كمان شويه. هاي موليكولر ويت كاي نينوجين وكالي كرين، دول مهمين قوي لان دول اللي بينشطوا فاكتور 11، وهنقول اهميتهم النهارده مع بعض. تلاقي فاكتور اسمه فيتز جيرالد فاكتور، كل دول هم كلوتينج فاكتورز اتعرفنا عليهم. ولكن قبل ما يحصل الكلوتينج وشبكه الفايبرين تتكون وتثبت في مكانها، احنا عايزين نعرف الفكره، واحنا هنوصل لايه قبل ما تحكي التفاصيل، احداث هتمشي ازاي. كلام مهم جدا نكون عارفينه. على فكره ال 13 كلوتينج فاكتورز اهم واحد فيهم هو فاكتور 10 اكس. اكس اللي هو فاكتور 10 هقول لك عليه الزعيم، اهم واحد في الفريق. كل ال 13 بيشتغلوا مع بعض، يعني اعتبروا كانه فريق كوره، ولو ان فريق الكوره 11 بس نعتبرهم 13، كلهم عايزين يوصلوا الكوره لرقم 10. 10 افضل لاعبي الكلوتينج فاكتورز. طيب فاكتور 10 ده اذا اشتغل يحول ايه لايه؟ يحول البرو ثرومبين، خلي بالك برو ثرومبين الى ثرومبين، يخلي الثرومبين ده اكتف ونشيط. هتقول لي ماشي، طيب والثرومبين يحول الفايب رينوجين الى فايبرين. ايه ده؟ يعني انا علشان اكون شبكة الفايبرين انا بعتمد على فاكتور رقم 10. بس فاكتور 10 قال لنا مش لوحدي، ايوه انا الزعيم، بس انا معايا تلاتة كمان. مين هما التلاتة كمان؟ قال لنا فاكتور 5، انا بكتبها لك على البورد بالانجلش للسهولة، 5 اللي هو في، تمام، زائد 10 زائد الكالسيوم، الكالسيوم اللي هو مين؟ اللي هو 4 زائد فوسفوليبيدز. احنا الاربعة، فين الاربعة؟ كلوتينج فاكتور 10 ده واحد، وكلوتينج فاكتور 5 والكالسيوم والفوسفوليبيد. الاربعة اللي انا عاملهم على البورد بالاحمر دول، دول على بعض هل ليهم اسم؟ ايوه، يبقى هاجي على الاربعة دول واقول لك ليهم اسم مهم جدا، اسمنا برو ثرومبين اكتيفيتور، ودي تسمية في غاية الأهمية. يعني ايه؟ احنا اللي بننشط الثرومبين، عشان كده
هذه التسمية في غاية الأهمية. برو ثرومبين اكتيفيتور، يعني قرار تكوين الجلطة هو قرار رباعي مشترك، هو لجنة برو ثرومبين اكتيفيتور. علشان كده لما اجي اقول لك احنا عايزين نعمل شبكة فايبرين، يبقى انت تقول لي القصة كلها تدور ازاي نشغل البروثرومبين اكتيفيتور كومبلكس، نشغله ازاي؟ عشان اعرف اشغله